أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: هل لمس جلدة المصحف يعد لمسا للمصحف، أم المقصود لمس كلام الله عز وجل المكتوب هذه في أيضا المصحف؟ نعم هذه أيضا مسائل خلافية، يعني بعض العلماء قال المقصود لمس الأحرف أحرف الآيات أم لمس المصحف، وهل لمس الجلد أيضا يدخل في ذلك؟ من يمنع؟ هم جماهير أهل العلم يقولون كل ما أطلق عليه قرآن فيمنع مسه حتى الجلد، قالوا حتى الجلد يمنع لمسه بالنسبة للمحدث حدث أصغر أو أكبر.